اعترفي قدام المراية وقولي أنا آسفة، أنا أعتذر لك يا نفسي. وقفي قدام المراية واعتذري لنفسك إن يوم من الأيام قلتي لنفسك أنا رفضتك يا نفسي وصدقتهم يوم من الأيام. أنا قاومت هذا الرفض، ويمكن قعدتي سنوات وإنت تتحببينهم وتشحتينهم وتقولين يلا إن شاء الله اليوم يرضون علي، يلا متى يبتسمون لي شوي، متى يكلموني، متى يقولون حمد الله على السلامة. خلاص استوب، افهمي وانهي هالطاقة، كل طاقتهم مش مهمة. يكلمونك، يقولون، يبتسمون، يعطون، كله مش مهم، كل طاقتهم مش مهمة. قولي لنفسك إن كل هالشي أنا مش محتاجته أصلاً. قولي إن أنا لو كنت محتاجته كان جتني من زمان، بس أنا مش محتاجته.